كان مبين معي إنك عم تفتش بيناتنا واحد واحد. لو سألتني كنت قلت لك شو القصة. ما تواخذني يا رفيقي، لو كنت محلي بهي الظروف كنت عملت مثلي. ليش استدعيتني لهون إذا طلعت نتيجة الفحص سلبية؟ عنا خريطة الحمض النووي، دورنا على الإنترنت بس ما لقينا شيء. بدي منك تضيف لنا معلومات مركز المخابرات عنا وتدورنا عليها. في واحد من الطابق يلي عم ندور عليه في إله قيد عندهم. ومين هو؟ طلع ملفه مو موجود. كيف؟ قبل شوي قلت إنه في تطابق. في ملف موجود لصاحب التطابق بس المعلومات تبع الملف مو موجودة لأسباب أمنية. اشرح لي، ما فهمت شي. ما في شي مانو مفهوم. في تدخل لأي موضوع عن طريق الشبكة، ولأنهم بيعرفوا هذا الشي بيحاولوا يخبوا المعلومات الشخصية بالطرق القديمة. وقت رح تدور على هذا الشخص رح تلاقي بس رقم الملف. إذا كان عندك خاصية البحث الخاص فيك تشوف الملف عن طريق رقم الملف بالغرفة الخاصة بالمخابرات، وهي أفضل طريقة. وين رح نلاقي هاي الغرفة؟ وين رح تكون يعني؟ بقلب المخابرات. هذا اللي ناقصنا. كيف بدي أدخل على غرفة الملفات السرية بالمخابرات؟ أنا بعرف طريقة لندخل. أستاذي، في جماعة بدهم ياكي. مين؟ انتو شو جابكن له؟ وبأي وجه جايين؟ حضرة المدعية، نحن بحاجة لمساعدتك. بعد كل شي عملتوه فيني وانتو جايين بدكم مساعدتي؟ لو ما كنا متأكدين ما كنا اجينا لعندك لهون وطلبنا مساعدتك. عنا عينة من دم الزلمة يلي خطف السيد فاروق. الحمد لله على سلامتك. شكرا. بسببنا خسرنا مراد، بسببنا صار أخي مراد الغالي شهيد. معروف مين كان السبب. أنتوا ما لكم علاقة بهذا الشيء. عابد مين؟ مين هو اللي مين كان السبب؟ ونحن رح نروح نقضي عليه دغري. هذا الشيء مانو بهالسهولة ذو الفقار آغا. نحن عم نشتغل على القصة بس مو سهل الفوت فيها أبدا. الأستاذة ليلى بدها ياكم. يعني رقم هذا الملف إذا دورنا ممكن نلاقيه بغرفة الملفات السرية بالمخابرات؟ إيه مزبوط أستاذة. نحن إذا مناخد الملف منعرف دغري مين هو الزلمة المقنع. شو يا ولد؟ اللي شو جايبك لهون؟ قدروا يلاقوا الطريق للرجل المقنع. وشو عرفنا إنهم ما عم يخدعونا؟ مو أنت بس لحالك اللي صدر عليه الحكم، أنا كمان حطوني على جنب وأنا رح حاسبهم على هالشي. هلأ أستاذ الشغلة عندك، خلينا نمشي. واقف عندك وحاجة شغل ولاد، عود وحكي لنا بالتفصيل شو لقيته. نحن ما اتفقنا هيك. من وين طلعت بضعف المبلغ؟ هاي الاتفاقية كانت قبل ما أنقذ حياتكم. لو ما مسكت كارا ما كنت هلأ قدامي.
بس جنرال نحن في بيناتنا اتفاق. أنا ما بفهم بالاتفاقات، بتهمني المصاري. بدكن اليورانيوم تمنه معروف، إذا أنتم أعطيتوني كارا رح يعطيني ورح بيعه يا، ورح بتكون أنت هدية فوق البيعة. أعطيني مهلة لأقدر أتصل بالقيادة. عندك مهلة ليوم بكرة، إذا جبتولي المصاري رح أعطيكم كارا هدية حلوة فوق شحنة اليورانيوم، وإذا ما جبتوا المصاري أنت رح تكون هدية لكارا. أخي كارا، قلت لك خلينا نروح على الذبل قبل ما نزي لهون. مين هلأ رح ينتقم للخال ظافة؟ أنا ما فيني موت هلأ أخي كارا، ما فيني اطلع بوث خالي بعد ما موت. نجدت، طالما عندك هتم رح تموت الروسيا اللي هون وتموتني إلي كمان، ورح تقتل كل شي في عالم ناطرينك بالطرف الثاني. هلأ هذا الحكي إلي؟ الرزالة بيربط من لسانه. الله يرحمك يا خالي، كان يوعدني وينفذ. شوف ابني، خالك كان معفن بالأخضر، جواته أخضر وبراته أخضر مثل الدولار الأخضر، وهلأ خلاص عيرنا سكوتك. تعثوف لي يا خالي، الله يرحمك. كيف رح نلاقي هذا الزلمة؟ لازم أنا حل القصة كلها لأني قربت حلها. ما عندي نية إني أترك هذا الشغل، وبدي لاقي مين استغلني. نبشت الملف فوق الخمس مرات ما لقيت شي ينفعني. اترك الملف وخبرني كيف رح نلاقي الزلمة. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. شكرا. مرحبا. فضل. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. مبروك عيدكم، تشرفنا. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم اخونا، نحن تشرفنا بحضوركم. عفوا حضرة القنصل، وزارة الخارجية عملت جهد لتأمين المكان مشان عيدكم الوطني، ارجو انه ما يكون في تقصير. انا ممتن لك وللسيد الوزير، نحن اجانا كل الدعم اللازم، عم نحتفل بعيدنا الوطني كأنه قاعدين ببلدنا. تسلم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، شرفتوا. مرحبا. أنا بشكر حضورك اللطيف لحفل عيدنا الوطني وبهي الظروف الصعبة. سيدي بصراحة نحن ممنونين كثير لدعمكم القوي، الشكر لكم سيدي. أهلا. مرحبا. أهلا وسهلا. مبروك عيدكم. السلام عليكم. مرحبا. يسلموا. شكرا. هاي الخطوة كتير مهمة،
اسمحوا لي بالإذن. مع السلامة. إيه ماشي، بدكن تسمحوا لي بالإذن. الله معك. مرحبا. يستخدموا الاحتفال ليأمنوا اجتماعاتهم مع عملاء المنظمة والجناح الدولي. ما فيك تدخل من دون ما يشوفوك. ايه فهمت. هلا انتو بعتونا؟ احكولنا بصراحة مشان نعرف شو في أطراف تانية نتحالف معها. مو أنا بجاوبك على هذا السؤال. المنظمة مهمة كتير بالنسبة لنا، وبنفس الوقت هي خطر علينا، لهيك ما عم نثق فيهم. ما بعرف ليش في قلق من المنظمة. صفقة اليورانيوم عم تصير عن طريقكم، يومين بتوصل لهون. ومين مستفيد من هالصفقة؟ نحن مربحنا بس مادي، بالنهاية كل الأطراف اللي فايتة بالصفقة مستفيدة. ما فينا نبيع اليورانيوم غير بهالطريقة، استفيدوا ماديا ونحن منكون مبسوطين. هدفكم معروف، تحولوا المنظمة لوكيل الأعمال القذرة. بهاي الطريقة بتضايقوا الأتراك وبتستفزون وبتبتزون كمان، ونحن آخر الشي رح نكون حطب بالمحرقة. ليش طفوا الكهرباء؟ ديروا بالكم. خير إن شاء الله. شو شو اجتماع دبلوماسي، شو بدكم منا؟ ها؟ هذا عزرائيل وأنا مساعده. هذا الزلمة خلص وقته وبدنا ناخد روحه بس ما عم نلاقيه إلا منيجي ومنسأل. هالموضوع أنا ما لي علاقة فيه وما بيهمني، لهيك أنا بالإذن منكم. شو شايفنا لهالدرجة ملائكة لنسمح لك تطلع من هون؟ عود لشوف. شو ما عندك الجرأة تكشف عن وشك؟ خايف تكشف وشك بس ما بتخاف تفوت لهون؟ ما بنصحك سعادة القنصل، إذا شفت وشه فرح أضطر أقتلك. الدولة التركية ما بتحترم التعامل الدبلوماسي، معقول ما بيحموا القنصلية بشكل كافي؟ أخي عنكن وزارة الخارجية، روحوا اشتكوه. عيلنا سكوتك هلأ. اتصل بهذا الزلمة وإلا ما عاد تشوف بلدك مرة تانية.
تفوتوا تنظفوا القنصلية؟ ولا يعني ابعت ورا جماعتنا؟ معك 5 دقايق. بالنسبة إلي الإرهابيين ما بيهموني، بيهمني أرواح الناس اللي قاعدة جوا. خلينا ننتظر شوي. يعني الدولة التركية بترضى تتفاوض مع الإرهابيين؟ طبعاً، يلي جوا كلهم إرهابيين. بتقله يجي فوراً على جنينة التركمان. اتصل أرجوك، حياتنا كلنا بين إيديك، ولا تنسى أنه نحن هون ضيوف عندك. القنصل عم يتصل فيني. سيدي القنصل، أنت بخير؟ ليش لهلأ ما فتوا؟ ناطرين عزيمة؟ اتصل بالزلمة مثل العالم والخرق. ولا تنسى أني رح أوس براسك وراسهم إذا كذبت. القنصل اتصل فينا، بده يانا نفوت لجوا. والمسؤولين يلي عندي بدهم يانا نحافظ على حياة القنصل، عم تفهم علي؟ إذا كنتوا أنتوا ورا هذا الحادث رح يكون السبب للحرب بيناتنا، عم تفهم علي؟ ليك اسمعني منيح، في مستجدات مهمة، بتسكر الاتصال فورا وبتكب تليفونك وبتروح فورا على جنينة التركمان. انت بخير؟ لا تخاف، انا رح التقي فيك وبمطرح ما خبرتك تماما. سيدي عم يتصلوا من وزارة الخارجية. ألو، نعم. انتو شو عم تحكوا؟ ايمتى؟ ماشي، نحن رح نقوم باللازم، المهم انتو امتصوا ردود الفعل. الاوضاع متوترة وانت ما عم تخبرني؟ سيدي، في أمر صريح من سيادة النائب، ما لازم نتدخل. مين بالعملية؟ أركان والزلمة المقنع. الوضع بلش يطلع من إيدنا، جهزوا حالكم تتدخلوا بأمري. رؤوف، أنتوا شو عم تحاولوا تعملوا؟ شو يعني إنكم تقتحموا القنصلية بالعيد الوطني؟ نحن ما أصدرنا أي أمر بهذا الشيء. رؤوف، طلع من راسي أنت والمقنع، وإلا أنا رح أزعل منك كتير. سيدي، أنا عم نفذ أمر الختيار الكبير، وأنا بوصيك بهذا الشيء. قديش لسه بدكم لتخلصوا؟ اشغلون لسه كمان شوي. أركان، أنقرة كلها صارت فوق راسي، إذا ما طلعتوا بعد شوي رح نطلع جسدكم من هنيك. ما رح نطلع قبل ما ناخد الزلمة سيدي، إذا بدك فوت وخد جسدنا محروقة. نحن لازم نطلع فورا، الزلمة ما رح يلتقي بحدا، نحن صار لازم نروح على الجنينة فورا. سيدي بعثت وراي؟ ابني بسرعة حضر حالك، بدنا نطلع. أمرك سيدي، أمرك. رح أطلع رؤوف، رح كون هنيك بعد نص ساعة.
سيدي الختيار الكبير ما أنه موافق أنه يشوفكم. فهم علي، نحن ما عم نلعب هون يا رؤوف. ما رح أسمح لكم أنكم تلعبوا بقدر هالبلد. سيدي أنت بتعرف ما رح تقدر تعمل أي شيء حاليا. رح نشوف يا رؤوف يلي رح يصير بكرة. حتى الختيار الكبير أكيد ما رح يصدقوا. أنا حاسب حساب كل شيء. بنهاية المطاف يا أما رح انتهي أنا يا بينتهي الخاين اللي بيناتنا. سيدي نحن حطينا الدولة هلأ بوضع صعب. ردود الفعل عم تتحرك بسرعة كبيرة. اطمن، أنقرة رح تعرف كيف تتحرك وتمتص كل شيء. بس إذا ما نظفنا بيتنا من جوا ما رح يبقى أنقرة ولا حتى تركيا. أوكان، كأنك عم بتبالغ شوي. شو مانك منتبه؟ لو شافوني معكم رح يدفنوني عايش. لكن على هالحال إذا سمعت شو بدنا منك رح تموت بسكتة قلبية. أخي أوكان، لازم نفوت على غرفة الملفات السرية بقلب المخابرات. شو قصتكم جنيتو؟ أوكان، لو مو القصة مهمة كثير ما كنا طلبنا منك هاد الشيء. عابد، بعطيك روحي بس مو لهالدرجة. طيب، رح روح وفوت وأنا عم أقوس، بركي بتزبط. وإذا ما قدرت فوت عابد بيكمل من بعدي. عم يحكي عن جد؟ والله أنا بعرفه من سنين، ولا مرة شفته عم يمزح. أخي عابد، شو رح تلاقوا بهالغرفة؟ رح نلاقي اللي قتل أخونا مراد. قل له ما يروح. حلال عليك يا أخونا، قدرت توصل البلد بالنهاية لتصير ساحة حرب. ليش واقفين؟ ما تقتحموا؟ شو مشكلتكم؟ أنا عطيت تعليمات للفرقة، رح تدخل مجموعتي. الظاهر ما عندكم تعليمات أنقرة لسه، واسطنبول قالت لا تتدخل، وعم يقولولنا نلهيهم. هل أوامر هلكت سمانة يا رجل، وخلتنا نشيب على بكير. واحد بيقول فوت والتاني بيقول استنى، عم يلعبوا فينا مثل كرة القدم. بترشاك اللي انكم رح تطلعوا هلأ. رح أخذ الزلمة ونطلع فورا. تفوت الفرقة، فوتوا. أبو شريك، إن شاء الله ما عندك مشاكل حساسية، الجماعة رح يملوا الدنيا دخان. يعني مشان يهرب يلي بيقدر، ما هيك؟ إيه، الذئب بحب كتير عواصف التلج يا صديقي. رح نطلع يلا. مالنا القنصلية، انت هون ما عندك اي صلاحية. حضرة المدير، الزلمة اللي جوا هو دبلوماسي بلدي انا. اسمع، انا عندي عملية عم اديرها هون، ما عندي ولا دقيقة اضيع وانا عم ناقشك. <تصفيق> <تصفيق>
وين الإرهابيين؟ سيدي لقيناهم ميتين. بدي شوف جسس الإرهابيين بعيني. واليوم أنت تعال بكرة على الطب الشرعي ورح ورجيك جسسهم. حبيبتي شو صاير؟ ليش هيك صوتك؟ صراحة غلي قلبي لما سمعت صوتك. أنا مكتئبة كتير. وقت قلت بدي انتقم مشان مراد، طلعوا لي شي جديد بحياتي، خلوني استرجع وعيش أتعس لحظات بحياتي. شو صاير؟ اشرحي لي. ما بعرف من وين بدي بلش. ردوا رجعوا فتحوا لي حياتي من أول وجديد. هنن بيعرفوا كل أسراري. مين هنن؟ قصدك الختيارية ما هيك؟ ايه هنن. ما تخليهم يخوفوكي بشغلاتهم، هي أعمال مخابرات قديمة. مو هيك بيلسان، هالمرة غير. الزلمة إجا وقال لي إنه أمي عم تموت هلأ. ليلى، مو قلتي لي أمك متوفية؟ بالنسبة إلي كانت ميتة. شو يعني بالنسبة إليك؟ وهلأ عم تقولي إنها عم تموت؟ أمي تركتني وأنا طفلة. من هداك اليوم ما عندي أم، يعني ميتة. طول حياتي هذا السر ما شاركته حتى مع مراد، بس هنن بيعرفوا كل شي. بيعرفوا إنه هي عايشة وبيعرفوا وين ساكنة. شو هدول مجانين؟ عاملين لكل واحد ملف؟ ما بعرف، بس ما بيكفيهم الملف لحاله. هدول بيفوتوا على حياتنا. كيف؟ هذا أستاذ التاريخ بمرحلة الإعدادية اللي وجهني على الحقوق. شوفي هذا زلمتهم، وهذا أنت بتعرفي أستاذ الدستور بالجامعة، أستاذ حسن، وهو يلي وجهني إني أكون مدعية. كمان زلمتهم. دقيقة، يعني عم تقولي هنن يلي عملوكي مدعية؟ بيلسان، عم قلك إنه هنن يلي وجهوني، عم يلحقوني من أنا وكنت طفلة. حتى كتير أشخاص تعرفت عليهم طلعوا مو بالصدفة، بيعرفوا كل شي وعم يعملوا كل شي معي. مو معقول بنتي، طالما عرفتي هاي الأمور فما عاد يأثروا عليكي أكتر. يا ريت يا بيلسان ما عرفت. حط فجأة قدام عيوني حياتي، حاسة حالي تخربطت. حتى ما عاد سألت بتار مراد. قررتي تشوفي أمك؟ أنا تعبانة، رح نحكي بهذا الشي بعدين. مثل ما بتحبي حبيبتي. أو كان هدول ضيوفك شي؟ ايه هدول معي. تفضل. مرت على خير. بعد شوي رح يعجق المكان، ما عنا كتير وقت. أوكان خليني ربطك، ما أناك عم تبالغ بهالشي. شو عم تمزح عابد؟ إذا ما قوستني بموت. القصة ما فيها مزح. أوصك برجلك ولا بكتفك؟
عفوا انت ما بيحق لك تكون هون، اذا بتريد تحمل حالك وروح. انت كأنك جديد على هالطابق. صار لي 10 سنين هون. ما انك شايف البطاقة؟ اذا ما كان عندي صلاحية شو عم بعمل هون؟ شو صار معك؟ أنا لقيت الملف. مين طلع؟ خود شوف بعينك، لأنه لو قلت لك ما رح تصدق. شو أنت عم تمزح معي؟ ولا هن اللي عم يمزحوا معنا؟ والله ما بعرف يا عبد الحي، بس يعني معقول هلا ينصبوا لنا هالفخاخ كلياتها؟ انا ما عاد فهمت شي. يعني معقوله برايك؟ معقول يكون الزلمه المقنع هو نهاد؟ يعني شغله ما فيني صدقها. عبد الحي، ليلى وانت وانا شفناه مو هيك؟ بس اذا طلع بالاخير هالولد الصغير فما عاد استغرب شي.
شو رح نعمل عبد الحي؟ رح ندور على نهاد. نهاد، أنا عبد الحي، وينك أنت هلا؟ أنا برات البلد، عندي شغل كم يوم. لازم نلتقي بسرعة، بدنا إياك ضروري. ما فيني إشي. شو يعني ما فيك؟ عنا شغلة ضرورية. وأنا عندي شغلة كتير ضرورية ومهمة. طيب نهاد، أنت وينك ونحن منجي لعندك؟ ألو، أنا ما عاد سمعت صوتك. ألو، ألو نهاد. ألو، قليل الشرف، عم يلعب علينا. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية، يرجى المحق. وينو سميح؟ مين سميح؟ راح تتذكر بعد دقيقة. كنت مكانك لحكيت. رأيي أنا عندك 18 إصبع. بكفي خلاص حاجة. حكي لي شي لحتى وقف. يتخبى فترة، بس انتو سكرتوا الطريق وهو راح يروح على الجبل عن طريق ايران. وهلا وينه؟ ما بعرف. هلا انا ما بعرف، بس بعرف وين راح يكون بكرة الصبح. آه. اللي مين انت يا زلمي؟ بدي اعرف ليش عاطينك اهمية اكتر من المعدات يلي معنا. بدي تكون الخدمة منيحة. ارتاح، غرفة القبطان رح تكون غرفتك.